أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لو تغفى القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أذانهم أغلالا غير الأذقان فهم مكمهون وجعلنا في بيانهم أنهم الخلق ابتدأوا فخشينا وهم لا يبصرون فأنذرت أمام لم تؤذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيبه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وكذبوا وبعثنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لا أعبد الذي وذرني إليه ترجعون آلهة يردن الرحمن بدون الله دون أني شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربي ومسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لقومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كانوا لما جميع لدينا مضلون وآية لهم الأرض البيضاء وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأنبتنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ومن أيديهم أفلا يشكرون وآية لهم الذين استقوا منه النار فإذا هم مظلمون والشر تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لشم يبتغي لها أمره القوم له الليل سابقنها فكل في بلد يسبقون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شرهم ولا صريخ لهم لا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفضوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ندعو لو يشاء الله ودعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا نبعث
أحد من مخلوقاتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا خير وإن بعده جميع الذين منكرون فليغفر له نفس شيئا ولا تزدون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فليعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلحوا اليوم بما كنتم تكفرون ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أجرهم وسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون أما أمير ركز بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي لك إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يغيظ القوم على الكافرين ألم ير الإنسان وذللنا لهم منها ورغبوا منها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون في دون الايات لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند منطقون فلا يزول قولهم انا نعلم يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه بيضاء وخصيم مبين وضرب لها مثلا ونسي خلقه قال من يعيد الله وهي الرميم قل هي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم نشجره ولد ربنا انتم منه توكلون ولا هو خلاق عليم انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نستغفرك ونسالك ان تجعلنا له سلاما ونعوذ بك من شر قومه من جمع بك ويوم بك نبيك امان ويجمع بك وحياتك كل شيطان مريض وجبار على الذين وجعل المشرك اللهم اجعل الله بالعافية والسلامة وقنا من التقوى والاستغفار وعدنا بموجبة الندم عليك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولاد والمشايخ ولوالدينا ولسماء وقبلنا ولولاك ونبيك ونسأل علينا وللمؤمنين والمؤمنين والمسلمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صحف الراتب صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يعيد له شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول ورسله ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا صراط الله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا وبمحمد النبي ورضينا بالله ربا من إسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله الحمد لله بسم الله بسم الله الحمد لله والخير وشر من جهاد الله الحمد لله والخير وشر من جهاد الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله مادنا وطاهر تبنى إلى الله فادنا وطاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله فادنا وطاهر يا ربنا واعف عنا والذي كان منا فهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا فهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام بدنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أبيتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شرف يا قوي يا متين في شرف أسر الله المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا Oh, yeah.
أهل الجنة يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من لا إله إلا الله لا
عليه وسلم وشرب قربه لذوق رضي الله تعالى لبيتين من الطيب الطاهر وسائر الأخرى من المهتدين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وزابنا في سلمة العرب وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر الوسواس من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الفاتحة. ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جنابتي يا نسل ونخرج المساكين فراض الذين ربت على المؤمنون عليهم والطولين. الفضل من يسل ودر الشفع ودر الله وعلى الحق والتصار على صحيح القرآن وغصول ورزاد العبا ورزاد الجنة وعلى المركات وصلاة أطفال مولودهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا يا نسل نصرة المستقيم فرعون الذين لم تعلم المغضوب عليهم ولا الضالين. الهدى المغضوب المسلم والمسلم 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 الله يسلم السلام من رضي الله والمسلم من أهل وعلى من رئينا من رضي الله وعلى 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 من رضي الله ويأتيه لنا ولكم النبي خير الذين وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جناب الله يا سيد الأسرار المساكين فرعون الذين لم تعلم المنظوم عليهم الطوالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تهديك سترا Yeah.
لربي خلقي يا أمير ربي خلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا قدير يا لطيف ربي خلقي يا عليم ربي خلقي يا قدير ربي خلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا قدير يا لطيف ربي خلقي يا لطيف يا عليم يا قدير يا لطيف لم يزل الطبيب فيما نزل إلا ولم تزل الطبيب المسلمين يا لطيف لم يزل الطبيب فيما نزل إنك لطيف قلت بنا المسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين جزاك الله سيدنا محمد خيرا جزاك الله سيدنا محمد جزاك الله سيدنا محمد خيرا جزاك الله سيدنا محمد جزاك الله سيدنا محمد خيرا جزاك الله سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله لمن استسلم الإيمان وتوفيقه وكفى بها من نعمة الحمد لله على هديني وعلى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم نشكرك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقدر يمين كريم العظيم والعمل ولا قوه الا بالله العظيم قال الامام العالم العلامه عبد الحليم الله بن عبد الحداد بكتابه نصائح الدنيا والغير صحيح الايمانيه نفعنا الله واياكم بالدارين امين توى الامام الله الحداد kalawan kitab yang nusa ini wa nusa imani ya moga moga mugi mugi diberi manfaat kalau banyak nusa ya amin Allahumma amin wa rahmatullahi ta'ala wa qad kana salafus salih rahmatullah alaihim fi ghayatil khauf min khatir khatimatis su'i wa asrahi a'malihim wa qillati dhunubihim atau qala ba'dhum law furidu alaihim maut ala al-islam wa bil hujrati wa shahadati bi ba'dil adhari ya'ni shahadatan fi sabilillah la akhtartu al-maut ala al-islam ala bab al-hujrati ala shahadati ala bab al-tali لأني لا أدري ما الذي يعرض لقلبي ما بين وبين الهجرة إلى باب التاريخ قال أنت من تاو أول وطن من سكولا ما سلف الصالح سلف الصالح
rahmatullah alaih fi ghayatil khaufi ing dalem ungkasani ajri takut wedi min khatimah su'i saking su'ul khatimah akhiran elek ma'asolah ya'malihim serta ni bagusi piro-piro amalani salamu sholim wakillati dunubihim dan titi piro-piro dosani salamu sholim ini kisah lu salamu sholim salamu sholim ini usam pun amalan yang pun gak ada ini babi tasik tasik nama khusnul khatimah mungkin kalau menjenan di pari khusnul khatimah ini diaturakan itu biarkan dari suruh khatimah ini dia menangis salafus soleh ini salafus soleh ini amalan ini sampun kada sarung ini sampun kada ini dusone ini ketimah tapi sing ditakuti kali kiamba ini ku kiamba ini ku apa? Su'ul khatimah ulama majinan ini su'ul khatimah jadi jauhkan su'ul khatimah padahal amalannya mereka sampun ini ini sudah berkali-kali bukan karena amalan ulama majinan bukan bersandar kepada amalan buatan tapi ulama itu bersandar kepada ulama majinan bersandar kepada rituan yang kalian rahmati kusi hatta qala ba'dhum sehingga dahulu sebuah setengah ulama lahu itu alihir mautu lamun dan tanpa akan ingatasi insun opo mati maut ala islam dengan islam bima bin buj bima bin buj roti ing dalam pintu kamar ini wa syahadat bima bin dari dan mati syahid di yakni syahid bisa bi'illah wahi syahid di dalam jalan Allah lakhtaratul mautu ala islami yang temilik supaya itu mau ingati si Islam ala babil hujrati menawi si sabun jelas kan umurnya ini maksudnya umurnya 50 atau umurnya 60 tapi husnul khotimah pilih terus ditambah umurnya 70 masih belum tahu lagi maksudnya umur 60 husnul khotimah tapi suruh pilih umur 70, Allahu a'lam. Maka ulama ini tetap memilih yang sudah pasti husnul khatimah lah niki. Lihat ala syahad al-bab dan lihat nila teriur satu meningsun buatan urus sama insun ma'amal lah teriur roti di kolbi apa yang akan ditampakkan di kolbi mari hati ini mana yang insun fiwa bayan dosa ila babu dari ini ada jarak 10 tahun dari 60 sampai 70 nah kita tidak tahu tapi misalnya kalau sudah umur 60 nih sampun pasti nopo di pari isapnya disuruh nopo di kengken pilih pulau panjenengan umur 60 usul khotimah 70 belum jelas maka kalau masalah usul ini ku ke pulau panjenengan pasti pilih yang 60 kan mau tenang tapi mungkin pulau panjenengan panjang umur untuk atur bersih Allah akan usul khotimah ini misalnya ini pemilihan mau tenang karena dari umur 60 sampai 70 ini kan mau tenang kasih mau tapi wonten 10 tahun. Lah 10 tahun ini kita tidak tahu gitu. Apa yang akan terjadi 10 tahun? Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, kita tidak tahu 10 tahun buat yang terjadi besok itu belum panjenengan. Buatan seberapa? Buatan ini menurut saya. Kalau mau jadi nasib mata tak sibuk kota. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bin khairin wa su'in wa imanin. Apakah besok itu kita bagus? Nih, kalau kita buat besok bagus, mana Allah lagi? Tu introspeksi diri kita bagus, sama dikata, nopo tambah menambah nopo tiro si ulama niku celengan di akhirat ini, mana ni? Kita di dunia hanya bersifat sementara. Kurna sinta ikutul maut semuanya kan menyentuh pada kematian. Cuma yang kita perlu sadarkan, yang umur sekarang ini menyesuaikan. Kadang-kadang ada nopo karena kita merasa masih muda, lah ngoten. Oh, si ini mai tak tuwuh-tuwuh no. Tak seneng-seneng no awakku iki. Duit yo ono. Engko lek wis umur 40 kate tobat nang Gusti Allah.
ini 40 tahun kurang sak dino mati. Aduh ya Allah, tidak usah napa padhe kon nunggu napa malih. Tunggu napa malih. Istilah napa niki? Istilah niku Rasulullah nanti ditangkati kalih sahabat. Ayyul mu'minina aqyas. Di mana siapa orang yang beriman ya Rasulullah? Orang beriman yang cerdik, yang cerdas. Yang pintar. Kita nih, dalam arti Rasulullah SAW, aktsarum dzikra. Yang lebih banyak berzikir kepada Allah. Niku tiang sing teman berarti tiang sing sadar. Wa aktsaruhum istidadan bil mujahadah. Dan yang lebih bagus menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Nah ini gue maksudnya kulah mutat semua orang panjenengan sawaya-waya gak ngerti lagi tapi mau mau kulah panjenengan setelah ini gue setelah khotimah panjang umur tak ada gue sih apa itu yang menawai ini al-mautu yakti bahutatan maut itu kematian itu nah ini kok teko ngerti datang. Intinya nama ya istilah tidak ada hitam di atas putih. Oh tanda tangan lah, oh tanda tangan, oh tanda tangan kelima malaikat dibilang kelima malaikat pusat ini yo. Oh tidak ada istilah seperti itu. Jadi istidad bil mauti kita memang tidak ada kecuali kita memang setiap waktunya nama kita memang sudah bersedia, kita bersedia, kita sudah siap. Ini apapun yang terjadi, apapun yang singgi, parian kali gusi, Allah. Namun umur niku, nopo zakat kan berubah-ubah. Karena umur niku menawi mati, nyusai bejai mati, siapapun boleh mati. Niku nampu brong nami ini. Takdir sing, brong. Takdir yang sudah pasti, tidak ada orang tu yang berkelit di dunia ini. Ini darul fana, la darul baqom. Nah niki dunia niki. Tidak ada orang yang kekal di sini, tidak ada. Ini semuanya masih mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun umur itu berubah-ubah. Nah, umur itu sangat berubah-ubah. Niku mualat nah. Imam Nawawi mengatakan ini mengenai umur dengan rezeki itu memang takdir mualat yang bisa berubah-ubah. Menurut kita, kawan. Sabda Rasulullah, man arada an yus'ala fi rizqi wa yutawwala fi umri falyasilu rahimah. Salah satunya untuk kita lebih panjang umur, kita sambung saudara kerabat-kerabat kita. Katanya ini contoh ini. Panjang umur. Nah, intinya apa nih? Kita istidad, kita memang sudah siap apapun misalnya dipanggil sekaligus ya Allah, namanya kematian, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak ada perjanjian dengan malaikat di dilan boten, ada tanda tangan, ada matre, ada notaris di boten. Waktu ini, jadi kematian. Sedangkan jarak tersebut, kalau masih jauh, nanti ditawari kali, kiros. Yang sadar kita menghadapi kematian itu, istiqdar dimu. Nah, istiqdad ini berarti kita menyediakan sangu celengan di celengan di akhirat ini. Di celengan di akhirat ini. Bang akhirat, celengan akhirat ini. Al-Imam Ibnu Hajar ini udah ngomong, Ibnu Hajar juga alih. Mungkin Ibnu Hajar agak hijami. Mungkin Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami jam Al-Waktu kasayif Ida lam taqtahu Qotu'aka Al-Waktu kasayif Ida lam taqtahu Qotu'aka. Waktu itu ibarat pedang yang tajam lani. Pedang Ida lam taqtahu Nalikani panjangan boten di sini untuk memutuskan waktu itu mau buat apa. Tentang maksudnya apakah mau berfoya-foya atau mau senang-senang di dunia atau mau nilai di akhirat? Dan
Ida lam taqtu qotakan, maka panjenengan yang akan ditebas sekali pedang niku. Tadi. Ini waktu itu mahal nggih. Waktu itu mahal. Ini waktu itu mahal. Dan di sini dipilih nama ya Allah. Ini mungkin-mungkin kula panjenengan sesuai usul khatimah. Nanti Rasulullah niku memegang pundaknya Sayyidina Abdullah ibn Umar. Ini dalam kitab nama cerita di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini dan diri Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abim sabili au mama. Di dunia itu merasalah seperti orang asing. Jadi dunia ini tidak ada yang kekal. Atau melewati saja, lebih memang melewati. Kita ingin melewati, kita lihat jawab-jawab memang melewati. Dia transit di dunia ini. Jadi, dia transit di dunia ini. Banyak fase-fase ini. Jadi, lama di dunia ini nomor berapa? Pertama kita ada di alam ruh. Lianna Allah jama'al arwah qabla nabi. Terus saya ulama ni Gusti Allah niku nama ngempalakan sedoyone ruh di dunia ini sebelum disatukan di punggungnya Nabi Adam. Angkatan niku alam ruh, niku alam ruh. Mantu di alam ruh, kita ada di alam rahim di ibu kita. Ini alam rahim 9 bulan kurang lebihnya. Setelah itu baru kita ada di alam dunia. Ini transit kalau panjenengan ini. Cuma kita mau kemana? Apakah kita mau nyelengi akhirat? Kita bawa ke kanan atau kita tol yang menuju ke surga atau tol menuju ke neraka? Mana mau? Ini. Nah ini di dunia kita ke alam kubur. Ini alam barzah. Hidup lagi. Tulang di sini yang tidak hancur. Dan tiang menawi sing kalau yang apa? Yang memang dekat kepada Allah mempunyai apa? Keistimewaan. Jika manusia Allah yang hafal Al-Qur'an juga maka dilindungi. Apa? Badannya tidak dimakan oleh cacing tanah. Itu bahasa yang lain. Tadi kembali ke sini, kita itu memang apa? Transit. Kita kan amir sabili. Terus nama jawab terus hari ini bu. Jadi Abdullah ibn Umar jawab terus. Ida asbahta fala tantadiru al-masa wa ida amsayta fala tantadiru as-subha. Jika kamu berada di waktu sore, jangan hanya menunggu datangnya pagi besok. Tadi ini maksudnya. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan hanya menunggu datangnya sore, datangnya malam. Sobat, berjauhan terus sobat. Kopi-kopian, rokokan, kopian. Ini, sing boten berzikir dan kusi. Khut lihayatika khut min hayatika limautika. Sediakan hidupmu itu untuk apa? Amalan sebelum kedatangan mati. Min sihatika limautika. Wa min hayat min sihatika limaradika. Kamu apa lagi? Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan juga manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mahal ini, mahal nih waktu ini. Masa kita kalau menjadikan saya kita meninggalkan ibadah kepada Allah menjadi akhirat masa mau menunggu sakit. Nah nanti kalau sudah sakit wajar kita mau menghadap kepada Allah, tapi sebelum sakit ini gitu. Maksudnya saya ini waktu itu mahal, mahal sekali waktu itu. Ini nawaitu al waktu kasih
waktu itu ibarat pedang yang tajam ini. Wih kalau banyak nusoyo diparingi misul khotim. Ini paringi muhasabah nafsi. Saya lebih sadar dari pulau panjenengan. Sakit ansar nilai ini akhirat bang akhirat pulau panjenengan. Meningkatkan deposit bang akhirat pulau panjenengan. Mungkin saya di pulau panjenengan diparingi rahmat Gusti Allah. Diparingi ansar ridhoan Gusti Allah. Lebih istiqomah pulau panjenengan. Lebih istiqomah kali Gusti Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ala ahli niyah. Al-Fatihah.